السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله أن يسر إقامة هذه الدورة في هذا المكان المبارك، المسجد الحرام، ونسأل الله عز وجل للقائمين على هذه الدورة الثواب الجزيل، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. والحقيقة أن هذه الدورة هي ضمن منظومة من دورات علمية ومجالس علم ومجالس إقراء، وهذا من فضل الله عز وجل. الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم للقائمين على هذه الجهود المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يثيب القائمين عليها أجزل الثواب. فالشكر للجهة المنظمة التي نظمت هذه الدورة، والشكر أيضاً لكل القائمين في الرئاسة على هذه الجهود العلمية في هذا المسجد الحرام، المسجد المبارك هذا، وعلى رأسهم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس، وفقه الله لكل خير. وابتداءً فهذه الدورة كما علمتم هي في مسألة كثر فيها الخلط من قديم الزمان، وهي مسألة الإيمان. وطالب العلم لا بد أن يهتم بتحرير هذه المسألة، وأن يعرف الحق فيها وما عليه أهل السنة في المسائل التي كثر فيها الاضطراب، وأن يعرف مع ذلك وجه الانحراف في المذاهب المخالفة لأهل السنة في هذا الباب. وهذه المسألة وهي مسألة الإيمان هي أول مسألة حصل فيها الخلاف في هذه الأمة حين خرجت الخوارج وبنت مذهبها على تكفير مرتكب الكبيرة، ثم تسلسل الأمر فجاءت المرجئة فناقضت مذهب الخوارج في هذا الباب العظيم. والمعتزلة أيضاً لهم اتفاق مع الخوارج، وهم الوعيدية، إذا أطلق مفهوم أو مصطلح الوعيدية فهو يشمل الخوارج والمعتزلة. ومع أن هذه المسألة كما ذكرت لكم هي أول مسألة حصل فيها الخلاف في هذه الأمة، لكن الانحراف في هذا الباب ما يزال يتولد في كل عصر بحسبه. فأنت تجد في عصرنا مثلا انحرافات خطيرة في هذا الباب، وتجد أن كثيرا من الإشكالات التي تكون عند الشباب في باب الإيمان وما يتعلق بالتكفير يكون سببه عدم تحرير ما عليه أهل السنة في هذا الباب. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على تحرير هذه المسألة، وأن يعرف المداخل التي قد يدخل فيها أو منها الانحراف في هذه القضايا المشكلة الملتبسة
يعني تعرفون في واقعنا المعاصر أن كثيراً من الدماء التي أريقت باسم الجهاد إنما أريقت بناءً على شبهات وأغلاط في هذه المسألة العظيمة، سواء كان ذلك في التجاوز في مسألة الولاء والبراء أو فيما يتعلق بشروط وموانع التكفير أو في حقيقة الإيمان وما إلى ذلك. فالمقصود أن الإشكالات المعاصرة في أغلبها في هذا الباب مرتبطة باللبس الذي حصل عند كثير من الناس لعدم تحريرهم لما عليه أهل السنة. فعلى طالب العلم ومن يدعو إلى الله عز وجل أن يتبين هذه المسألة، أن يحرص على وضوح هذه المسألة، وأن يحرص كذلك على أن يعرف أوجه الانحراف عند الطوائف المخالفة في هذا الباب العظيم. الحقيقة أن الدخول إلى هذا الباب قد يتسع فيه القول، لكني سأجمل قبل البداية في دراسة الكتاب، أجمل القول في ثلاث مسائل أراها مهمة قبل الدخول في دراسة تفصيلية للكتاب. المسألة الأولى تتعلق بأصل الإشكال في مسألة الإيمان، والمسألة الثانية تتعلق بمؤلف هذا الكتاب الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، والمسألة الثالثة عن الكتاب نفسه ومنزلته وما هي الخصائص التي تميز بها عن غيره من الكتب في هذا الباب. فأما ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي أصل الإشكال في هذا الباب، فهو أن جميع الطوائف المخالفة لأهل السنة اشتركت في شبهة واحدة تقوم على الظن بأن الإيمان لا يتفاوت عند جميع المؤمنين، بمعنى أنه متساو عند جميع أفراد المؤمنين. ومنشأ هذا الإشكال وأنهم ظنوا أن اشتراك المؤمنين في وصف الإيمان يلزم منه أن يكون بينهم تساو في الإيمان الثابت لهم، لأن الإيمان إذا ثبت لآحادهم فلا بد كما يقولون من صفة أو من حد وحقيقة مشتركة بينهم جميعا. وهذه الصفة المشتركة كما يقولون، وهذا وجه الإشكال، لا تقبل الزيادة ولا النقص، لأنه يقوم ويترتب عليها النجاة. فبحثوا عن قدر وحقيقة ثابتة يستوي فيها جميع أفراد المؤمنين، ثم رتبوا على ذلك القول بأن هذه الحقيقة إذا نقص منها شيء فإن تلك الحقيقة تنتفي بالكلية. كما إذا قلت، وهذا مثال يذكرونه، العدد 10، إذا أخذت منه 1 ينتفي العدد 10 ويصبح معنا عدد آخر، وإذا أخذت 2 أو 3 وهكذا. وهناك مثال حتى أقرب المسألة يذكره بعض المعاصرين اليوم، إنهم تركوا الأمثلة القديمة وجاءوا بأمثلة جديدة، فقالوا إذا كان الماء مكوناً من أكسجين وهيدروجين بنسب معينة معروفة،
فأحد هذين العنصرين إذا انتفى انتفى الماء بالكلية. فمعنى ذلك أن الحقيقة إذا انتفى أحد أركانها انتفت الحقيقة بالكلية. فرتبوا على ذلك أن حقيقة الإيمان إذا انتفى شيء منها فإن حقيقة الإيمان تنتفي بالكلية. فالخوارج نظروا إلى هذه المسألة من باب أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهذا حق، وأهل السنة يقولون ذلك. لكنهم لما قالوا بأن الإيمان لا يتفاوت وهو حقيقة ثابتة عند الجميع لا تقبل الزيادة ولا النقص، قالوا إن مرتكب الكبيرة إما بترك واجب أو فعل محرم ينقص إيمانه، وهذا أيضا حق. لكنهم رتبوا على ذلك أنه إذا نقص إيمانه لا يبقى منه شيء. ثم رتبوا على ذلك أنه إذا لم يبقى منه شيء فإن ما يقابله هو وصف الكفر، فحكموا بكفر مرتكب الكبيرة. وإخوانهم المعتزلة الذين يدخلون معهم بوصف الوعيدية اتفقوا معهم في القول بأن الإيمان لا يتفاوت بل هو حقيقة واحدة لا تقبل الزيادة ولا النقص، واتفقوا معهم في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، واتفقوا معهم أيضا في أن الإيمان ينتفي بارتكاب الكبيرة، وقالوا بأن هذا هو مقتضى الضرورة العقلية. ثم توقفوا هنا فلم يحكموا بحكم بكفر مرتكب الكبيرة، وقالوا إن الحكم بكفر مرتكب الكبيرة مناقض للإجماع، وهذا صحيح. فكان ينبغي عليهم إذا أدركوا أن الحكم بكفر مرتكب الكبيرة أنه مناقض للإجماع أن يراجعوا أصولهم وأن يعرفوا وجه الخلل فيها، لكنهم لم يفعلوا ذلك بل قالوا بأن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن بناء على أن الإيمان إذا نقص بارتكاب الكبيرة ينتفي بالكلية، لكنه ليس بكافر بناء على أن الإجماع يدل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، وهذه ضرورة شرعية. فاحتاروا بين الضرورة العقلية والضرورة الشرعية، والنتيجة التي توصلوا إليها لحل هذا الاضطراب والإشكال أنهم قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، وهذا لا شك أنه رفع للنقيضين، ورفع النقيضين محال كما أن الجمع بين النقيضين محال، لكن هذا ما انتهوا إليه. المرجئة في المقابل وهم في مقابل الوعيدية لما نظروا إلى هذا الاضطراب ونظروا إلى أن الأصل الذي أصلته الوعيدية من أنه إذا كان العمل داخلاً في مسمى الإيمان فإن العمل إذا نقص بارتكاب الكبيرة ترك واجب أو فعل محرم ينتفي الإيمان بالكلية، قالوا المخرج من هذا الإشكال أن نخرج العمل من مسمى الإيمان حتى لا نتورط كما تورط الخوارج والمعتزلة. فقالوا بأننا نتفق مع الوعيدية بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لكن نختلف معهم في أن العمل من الإيمان، ونأتي بأصل آخر فنقول إن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. ونتيجة هذين الأصلين أنه لا يمكن أن يكون القول بعدم التفاوت بين المؤمنين في الإيمان مع القول بعدم تكفير مرتكب الكبيرة إلا مع إخراج العمل عن مسمى الإيمان، ومن هنا نشأ القول بإخراج العمل عن مسمى الإيمان ونشأ
قول المرجئة نتيجة محاولة الخروج من هذا الإشكال، فسموا مرجئة، والإرجاء بمعنى التأخير، ويأخروا العمل عن مسمى الإيمان. وهذه الشبهة وإن كانت هي شبهة المتقدمين، لكنها لا تزال إلى اليوم هي شبهة كل من يخالف أهل السنة في هذا الباب. فكل طائفة خالفت أهل السنة في باب الإيمان، فأصل الإشكال عندهم هو القول بأن الإيمان حقيقة واحدة لا تقبل التفاوت، والنقص فيها يلزم منه ذهابها بالكلية. نص على هذا الإمام بن حزم في الفصل، ونص عليه الإمام بن تيمية في الإيمان الأوسط. وهذه حقيقة لابد أن يعرفها طالب العلم وينتبه لها، لأن من يدخل إلى هذه المسائل وهو لا يدرك أصول الإشكال فيها قد يحصل له اللبس في بعض مسائلها، وهذا اللبس قد حصل حتى لبعض الأئمة. فأنتم تجدون أن الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة قد حصل له شيء من الإشكال في هذا الباب حينما قال: والإيمان واحد، أي حقيقة واحدة لا تقبل التفاوت، وأهله في أصله سواء ويتفاضلون بالخشية والتقوى. ولا نريد أن نطيل في يعني شرح كلامه، لكن المقصود أنه أراد أن يأتي بقول يجمع فيه بين قول أهل الحديث وقول الحنفية، من يعني يبين ينتهي أن الأصل أو أن الإشكال بينهم يمكن أن ينتفي، لكن لا يمكن. فما ذهب إليه في الحقيقة ليس بحل للإشكال، بل إن أهل السنة لم يرتضوا قوله كما أن الأحناف لم يرتضوا قوله. طبعاً الكلام في هذه المسألة قد يطول، لكن هذا مختصر وجه الإشكال في هذه المسألة. فيما يتعلق بالإمام أبي عبيد رحمه الله، فهو كما قال الإمام الذهبي: الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون أبو عبيد القاسم ابن سلام. وعنه يقول إسحاق بن راهوية: الحق يحبه الله، أبو عبيد أفقه مني وأعلم مني. وهذه كلمة لها دلالتها، لأن هؤلاء العلماء لم تكن مهمتهم أن يكون لهم جاهم بين الناس، مهمتهم تبليغ رسالة هذا الدين. فإذا عرف العالم أن غيره أقدر على تبليغ هذه الرسالة كان من الحق أن يوضح ذلك للناس. ولذلك نجد أن من هدي الصحابة أنهم يتدافعون الفتوى حتى ربما ترجع إلى من أبى أن يفتي أول الأمر. الإمام الدارقطني رحمه الله يقول عن الإمام أبي عبيد: هو ثقة إمام جبل. وحسبك بهذه الكلمة العظيمة من إمام مثل الإمام الدارقطني على جلالته وسعة علمه ومعرفته بأحوال الرجال. الإمام الحاكم رحمه الله ذكر بعض العلماء وما لهم من التعدد في فنون العلم، ثم قال عن الإمام أبي عبيد: لكنما الإمام المقبول عند الكل أبو عبيد. فهو إمام كما قال الإمام الذهبي ذو فنون، له مشاركة، أو هو إمام في الحديث، وهو إمام في الفقه، وإمام في القراءات، وإمام في اللغة. وكتابه غريب الحديث عمدة في هذا الباب،
وهو من أهم ما كتب في هذا الباب. من شيوخه سفيان بن عيينة، إسماعيل بن علية، ويزيد بن هارون، ويحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، وحماد بن سلمة، وهؤلاء جبال. فبيان أن أبا عبيد هو تلميذ لهؤلاء يدل على مكانته وفضله. وممن تلقوا عنه الإمام الدارمي والإمام ابن أبي الدنيا والإمام أبو عبيد، جاء في عصر كما سيأتي بعد قليل تميز بنهضة علمية وظهرت المذاهب الفقهية واستقرت، لكنه كان إماماً مجتهداً مستقلاً. يقول رحمه الله عن كتابه غريب الحديث: كنت في تصنيف هذا الكتاب 40 سنة، 40 سنة وهو يكتب هذا الكتاب، وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال. هذا يدل على حرصه، أنه أيضاً لا يكتفي بالكتب فقط، وإنما يحرص على التلقي من أفواه الرجال، فأضعها في الكتاب، فأبيت ساهراً فرحاً مني بتلك الفائدة. يعني تصوروا، يعني هذا الإمام العظيم إذا وجد فائدة يقول يبيت، يبقى الليل كله ساهراً فرحاً منه بأنه وجد تلك الفائدة. ثم يقول عن طلابه والذين تلقوا عنه هذا الكتاب، وهذه نصيحة لنا في هذا العصر السريع الذي نريد أن يكون كل شيء فيه هكذا بتعجل. يقول: أحدكم يجيئني فيقيم عندي 4 أشهر أو 5 أشهر فيقول قد أقمت الكثير. وأخشى أن بعض طلاب العلم في هذه الدورة يقول: قد أقمنا 5 أيام فقد أقمنا الكثير. هذا الإمام العظيم كان يقسم الليل 3 أقسام، كما حكى عنه أبو بكر الأنباري أنه كان يصلي ثلثة وينام ثلثة ويصنف ثلثة. هذا دليل على اهتمامه بالعلم. سئل أحدهم عن الإمام أبو عبيد فقال، أو قال إبراهيم بن أبي طالب: سألت أبا قدامة عن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، يعني إيش مكانتهم العلمية؟ فقال: أما أفقههم الشافعي، وأما أورعهم فأحمد، وأما أحفظهم فإسحاق، وأما أعلمهم بلغات العرب فأبو عبيد. فنحن مع إمام عظيم من أئمة أهل السنة، ينبغي علينا أن نحرص على فهم ما ذكره في هذا الكتاب. إذا انتقلنا إلى الأمر الثالث أو المسألة الثالثة، وهي ما يتعلق بالكتاب وما له من الخصوصية. فأول خصوصية هي مكانة هذا الإمام الجبل، الإمام أبو عبيد رحمه الله تعالى، والفترة التي كان فيها. فقد ولد في منتصف القرن الثاني سنة 57 و100، وتوفي في الربع الأول من القرن الثالث سنة 24 و200. وفي هذه الفترة كان استقرار المذاهب الفقهية وانتشار العلم، وربما هذه الفترة هي من أفضل الفترات إن لم تكن أفضلها من الناحية العلمية. فهو في هذه الفترة لا شك أنه كان، إذا كان له تميز في هذه الفترة هذا يدل على جلالته ومكانته، ويكفي فيه ما قاله الإمام الذهبي بأنه إمام مجتهد. من خصائص هذا الكتاب أن الإمام أبو عبيد إمام في اللغة كما ذكرنا، وهذا مهم لطالب العلم فيما يتعلق بتفسير النصوص ومعرفة معانيها وإدراك أن النصوص
تحمل على ظاهرها، ولذلك نجد أن الإمام أبو عبيد عنده منهج مهم جداً كما سيأتي في فهم النصوص والتوفيق بينها، لأن منهج أهل السنة يقوم على جمع النصوص في الباب الواحد ومعرفة العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك. فهذا الإمام على جلالته ومعرفته بأساليب العرب ولغاتهم لا شك أن هذا سيكون له أثر مهم جداً في فهم دلالات النصوص. من خصائص هذا الكتاب أنه سلك أسلوب عرض المسائل بجمع أدلتها ومناقشتها، والكتب المؤلفة في هذا الباب إما أن تكون على طريقة الرواية ككتاب ابن أبي شيبة في الإيمان، فأنت تجد أن كتاب ابن أبي شيبة يؤكد على ما ورد من النصوص في هذا الباب، خصوصاً الآثار الواردة بأسانيدها إليه، وهذا لا شك أنه مهم جداً. لكن طالب العلم ربما إذا قرأ في بعض أبواب هذا الكتاب أو بعض الآثار الواردة فيه ربما لا يفهم، لكنك في كتاب الإيمان لأبي عبيد تجد الأثر مقروناً ببيان معناه، وهذا مهم. في كتب أخرى يعني في المقابل تهتم بشرح المسائل وتفصيل القول فيها والرد على المخالفين، ومن أفضل من كتب في هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان الكبير وفي كتاب الإيمان الأوسط، فأنت لا تجد له نظيراً في هذا الباب في تأصيل المسائل وتقعيدها وبيان منهج أهل السنة فيها والرد على المخالفين. الإمام أبو عبيد هو وسط في هذا الباب، بمعنى أنه جمع الآثار الواردة وسلك طريقة الجمع للنصوص الواردة في الباب، لكنه لم يكتفي بذلك كما ذكرت، بل اهتم ببيان يعني ما تدل عليه مجموع تلك النصوص وما قد يرد عليها من إشكالات ودفعها، فهو كتاب على اختصاره هو في غاية الأهمية. من خصائص هذا الكتاب أن أبا عبيد مع اهتمامه بتقرير منهج أهل السنة إلا أنه اهتم بالرد على المخالفين وخصوصاً المرجئة، ولا شك أن ما كتبه في غاية الأهمية ويبين موقف السلف قديماً من الإرجاء وما ردوا به على هذه البدعة التي ظهرت في المسلمين. وهناك أمر مهم جداً لا بد من نفت النظر إليه، وهو أنه عند دراسة الفرق لا بد من التنبه إلى يعني تاريخ هذه الفرق وكيف ظهرت وكيف كان الإشكال في أول أمره وكيف تطور وما إلى ذلك. فأنت إذا قرأت هذا الكتاب تدرك ما هي الإشكالات الأولى التي ظهرت في بداية القول بالإرجاء وما إلى ذلك، وتدرك أن هذه الإشكالات لا زالت موجودة إلى اليوم، لكن الإرجاء لا شك أنه تطور بعد ذلك ودخل في أمور أخرى فيها غلو. فدراسة الفرق، دراسة أقوال المخالفين، لابد أن ننتبه فيها إلى هذا الأمر، وهو قضية التاريخ، تاريخ ظهور هذه الفرق وكيف أثرت الفرق بعضها في بعض وكيف تطورت الأقوال نتيجة الإلزامات، لأن بعض الفرق قد لا تقول بقول ابتداء لكن من يخالفهم يلزمهم بإلزامات فيلتزمون بها وهكذا يتطور الإشكال أكثر فأكثر. أيضاً مما يتميز به هذا الكتاب أنه مع سلوكه المنهج الاستدلال بالنصوص الشرعية في بيان حقيقة منهج أهل السنة وفي الرد على المخالفين اعتمد على نصوص الكتاب والسنة والآثار الواردة عن السلف، لكنه سلك أيضاً الاستدلال العقلي في الرد على المخالفين، وهذه قضية
ينبغي أن نتنبه إلى أن منهج أهل السنة وسط بين طائفتين، بين طائفة تبالغ في هذا الاستدلال العقلي وتستدل بالعقل على ما هو من أصول الاعتقاد استقلالاً، وهذا منهج المتكلمين وهو خطأ ظاهر ورد عليه العلماء قديماً وحديثاً، لكن في المقابل نجد أن هناك من يبالغ في تجنب الاستدلال العقلي ويظن أن مجرد الاستدلال العقلي دخول في منهج أهل الكلام، وهذا خطأ. فالاستدلال العقلي إذا كان لتقرير أصول الاعتقاد هذا لا بد فيه من الاكتفاء بدلالات نصوص الكتاب والسنة، لكن إذا كان للرد فيمكن بيان تناقض واضطراب المخالفين بالأدلة العقلية، وهذا سلكه الإمام أحمد في الرد على الجهمية، وسلكه الإمام الدارمي في الرد على بشر المريسي، وكثير من أهل العلم. وأنت تعجب حين تقرأ كتاب الرد، كتاب الإمام الدارمي في الرد على بشر المريسي، حين يكرر القول بشرعية هذا الرد على المخالفين. لماذا؟ لأنه كان في وقته من علماء أهل السنة من يرى أن هذا لا ينبغي، وأن هذا دخول في إشكالات يثيرها المخالفون، وأن الأولى تجنب هذا، فكان يؤكد على ضرورة الرد على المخالفين وبيان اضطرابهم وبيان تناقضهم. مما يتميز به هذا الكتاب أيضاً الاعتماد في تأييد ما يقرره في مذهب أهل السنة بالآثار الواردة عن السلف، وهذا مهم لطالب العلم أن يعرف أن مذهب السلف مذهب متسلسل، يعني كل جيل يبني على من قبله. فنحن في هذا الوقت لا يمكن أن نأتي بجديد، ولا يجوز لنا أن نأتي بجديد، بل لابد أن نلتزم بما كان عليه السلف الصالح في هذا الباب وما اتفق عليه أهل العلم بعد ذلك. ومما يتميز به أيضاً هذا الكتاب أنه كان واضحاً في مسائل أشكلت على بعض المتأخرين، مثال ذلك مسألة حكم أهل الردة، هل كانوا أهل الردة يعني على ما قال أبو بكر الصديق أم أن الأمر فيه إشكال؟ فاختلف بعض العلماء من المتأخرين في هذه المسألة، هل قوتلوا لكفرهم أو لمجرد امتناعهم؟ وهل الامتناع عن أداء الزكاة هو لذاته كفر أو أنه ليس بكفر؟ فجاء بفرق مهم جدا كما سنرى في بداية كتابه، وهو الفرق بين مجرد الترك وبين الإباء والامتناع عن أداء هذه الفريضة، وهذا فرق مهم جدا سنلحظ أهميته. وهناك مميزات وخصائص كثيرة لا أريد أن أطيل بها، لكن هذا الكتاب حقيقة لم توجد له إلا نسخة واحدة حسب ما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، وربما نجد بعض العبارات يعني فيها إشكال، ووجد كلام للإمام أبي عبيد في ينقله بعض أهل العلم ليس موجوداً في هذا الكتاب، فلا أدري هل الكتاب هذا هو ملخص لكتاب وضعه الإمام أبو عبيد أم أن ذاك يعني كلام آخر نقله عنه أهل العلم. الإمام أبو بطة نقل عنه بالبطة نقل عنه القول عن أكثر من 130 من العلماء بأن أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. بعد هذه الأمور الثلاثة فيما يتعلق بالإشكال المشترك وفيما يتعلق بالإمام أبي عبيد وفيما يتعلق بميزة الكتاب، نستعين الله عز وجل ونسأل منه التوفيق والسداد في بداية ابتداء في شرح هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله
وغفر الله له ولشيخنا ولنا أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله. باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن معروف أعني ابن أبي نصر في داره بدمشق في صفر 2400، قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام هذه الرسالة وأنا أسمع. قال أبو عبيد: يعني أما بعد، الإسناد مهم ويهتم به أهل العلم لأنه نسب الكتاب، فمعرفة الإسناد وكيف يعني حصل يعني هذا الكتاب لنا من أي طريق، هذا مهم جدا في هذا الباب. فأهل العلم يحرصون على الأسانيد لأهميتها. نعم. قال أبو عبيد: أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك وما الحجة على من فارقهم فيه، فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحاً مخلصاً، وبالله التوفيق. إذن فهذا الكتاب ومبني على سؤال، سئل الإمام أبو عبيد عن هذه المسائل، عن الإيمان وعن قول أهل السنة فيه وعن أقوال المخالفين، فأجاب بهذا الجواب الذي هو هذا الكتاب، كما قال: قد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحاً مخلصاً. ومعنى المخلص هنا هو الوضوح، أنه يكون واضحاً ظاهراً. نعم. اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. ابتدأ الكتاب بذكر طائفتين وصفهم بأنهم من أهل العلم والعناية بالدين، لكنهم مع ذلك افترقوا في هذا الأمر فرقتين. فالفرقة الأولى هم أهل السنة، والفرقة الثانية هم المرجئة، مرجئة الفقهاء. ومع أنهم على الإرجاء وهو إرجاء الفقهاء، لكنه سماهم أو أدخلهم في عموم أهل العلم والديانة، وهذا حق، فإن هؤلاء كانوا من أهل العلم والديانة، لكنهم مع ذلك حصل لهم الإشكال في هذه المسألة العظيمة. وهذه المسألة هي التي عليها أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وتلقى القول بها عن شيخه حماد بن أبي سليمان. وحماد بن أبي سليمان رحمه الله توفي في بداية القرن الثاني، توفي عام 2100، ولم يؤثر أنه أخذه عن شيوخه. شيخ إبراهيم النخعي لم يكن معروفاً بهذا القول، ولم يعرف عنه القول به، ولا إبراهيم النخعي أخذه عن شيوخه كعلقمة والأسود تلاميذ ابن مسعود، فضلاً عن أن يكون معروفاً عن ابن مسعود أو أحد من الصحابة. وهذا أمر مهم لا بد أن نلحظه في الحكم على قول بأنه حق أو باطل. فإذا كان هذا القول لم يكن معروفاً عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن تابعيهم، كان معروفاً فقط عن حماد بن أبي سليمان ثم انتشر بعد ذلك، هذا مما يدل على أنه من البدع التي ظهرت عند المسلمين لم تكن معروفة من قبل. وهذا مما ذكرته لكم في البداية، أن معرفة الأقوال وتاريخها وكيف ظهرت له أهمية كبرى في هذا الباب. ولذلك نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان الأوسط حينما رد على يعني هذا القول وقول مرجئة الفقهاء
بين وجه بطلانه من وجوه كثيرة، من أهمها أن أول من جاء به حماد بن أبي سليمان، ولا يمكن أن يكون في دين الله جديد شيء لم يكن معروفا من قبل، فهذا مما يدل على بطلان هذا القول. لكن نلاحظ هنا أن طريقة الإمام أبي عبيد بالتعامل مع هذا الخلل الذي حصل هو أنه اعترف لهؤلاء بأنهم من أهل العلم والديانة، ولا شك أن هذا حقيقة، يعني حقيقة ظاهرة، لكنه مع ذلك رد عليهم. فلا بد من الجمع بين هذين الأصلين، أن نعترف لأهل العلم بالفضل لكن لا نقبل منهم ما قد يحصل من إشكالات أو من خلل وانحراف عن منهج أهل السنة، وعدم الملاحظة لهذين الأصلين قد يحدث تشويشاً عند كثير من طلاب العلم. نعم. وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعاً وينفيان ما قالت الأخرى. الآن بدأ في تقرير منهج أهل السنة في هذا الباب، وهو أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ثم سيردف ذلك ببيان ما هي الإشكالات التي ذكرها فقهاء المرجئة الفقهاء، ويبين وجه الرد عليها، ويبني ذلك على أصل مهم جدا، وهو أنه عند التنازع في أي باب من أبواب العلم أو مسألة من مسائل العلم فإن الرد يكون إلى الكتاب والسنة. ولا شك أن كل مسلم أصلا يرد إلى الكتاب والسنة، لكن العاصم الذي يعصم من الزلل هو الالتزام بهدي السلف الصالح، لأنك إذا أردت أن تعرف وتميز الحق من الباطل فاحرص على ألا تكتفي بمجرد دلالة اللغة على أمر ما، وإنما تعرف أن ما كان عليه السلف الصالح هو الحق، فبين دلالات النصوص على هذا الأمر بناء على هذه الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وبين أن السلف الصالح كانوا على ذلك، أو أي على القول بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا قال في محكم كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو 14 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمناً لا يلزمه اسم في الدين غيره، وليس يجب عليهم زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين، وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمةً من الله لعباده ورفقًا بهم، لأنهم كانوا حديث عهدٍ بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معًا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ، فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها و14 شهرًا بالمدينة وبعد الهجرة. فلما أثاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم أن صرف الصلاة إلى الكعبة. نعم، هو هنا يريد أن يقرر حقيقة هي في غاية الأهمية، وهي أن قول أهل السنة بأن الإيمان قول وعمل ينبني على أن الإيمان هو الإقرار، لكن الإقرار يتفاوت بتفاوت نزول الشرائع. ففي أول الأمر
كان الصحابة غير مطالبين بالفرائض، وكانوا مطالبين بالتوحيد، فلو مات أحدهم وهو لم يأتي بشيء من الفرائض فإنه لا يكون مطالبا بها لأنها لم تجب عليه، ولا يكون ذلك نقصا في إيمانه. لكن حينما تأتي شريعة، ينزل الله عز وجل الأمر بشريعة ما، إما أمرا أو نهيا، فإنه حينئذ يجب الالتزام بهذه الشريعة بناء على أن الإيمان هو الإقرار والالتزام والخضوع لأمر الله عز وجل. فهو يريد أن يقرر حقيقة مهمة، وهي أن المؤمنين في أول الأمر وإن لم يكونوا مخاطبين بهذه الشرائع لكن إيمانهم كان تاماً، لكن لو أن أحداً لم يلتزم بالشرائع بعد أن أمر الله بها فإنه لا يكون حكمه كحكمهم، لأنهم لم يكونوا مخاطبين وهو قد خوطب. فهنا فرق مهم بين من لم تنزل عليهم هذه الشرائع ولم يأمرهم الله عز وجل بها، وبين من نزل حكمها وأمر الله عز وجل بها. فهو يريد أن يقرر أن الإيمان هنا وإن كان قد بدأ بالتوحيد لكن الأمر فيما يتعلق بالشرائع جاء متدرجاً، فكل ما نزلت شريعة فيجب على المؤمن أن يلتزم بها فتدخل فيما يجب عليه، فيدخل ذلك في إيمانه، فيدل ذلك على أن هذه الأعمال وهذه الفرائض هي داخلة في مسمى الإيمان، وأنه لا يكفي في الإيمان أن يكتفي بما كان عليه المؤمنون قبل نزول هذه الفرائض. نعم. فلما أثاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم أن صرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه، فقال في الأمر: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في النهي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ويا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وهكذا كان التدريج في التشريع، يعني تنزل الفريضة بعد الفريضة ويأتي النهي بعد النهي، فكلما جاء أمر أو نهي فيجب على المؤمن أن يمتثل وأن يخضع، وأن يعني يكون هذا من مما يجب عليه، فيكون هذا من إيمانه الذي يجب عليه. هذا دليل ظاهر على أن الالتزام بهذه الفرائض وترك ما نهى الله عز وجل عنه هو داخل في مسمى الإيمان. نعم. وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة، وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده إذ لم يكن هناك فرض غيره. يعني سماهم بالإيمان قبل نزول الفرائض لأنه لم تكن فرائض، لكن بعد نزول الفرائض هل يكتفى بالإقرار الأول الذي كان قبل نزول هذه الشرائع أو لا يكتفى؟ نقول لا يكتفى. إذن هذه الفرائض داخلة باسم الإيمان في حقيقة الإيمان. نعم. فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينها. نعم، يعني الإقرار الأول بالتوحيد وجب عليهم فالتزموا به، فلما وجبت الصلاة أيضا يجب أن يلتزموا بالصلاة كما أوجب الله التوحيد فالتزموا به، فيجب عليهم أن يلتزموا بالصلاة أيضا، وهكذا في الزكاة وهكذا في المنهيات. فكل ما جاء حكم جديد فكان على المؤمنين أن يلتزموا بما يأمرهم الله عز وجل به فيفعلوه، وما ينهاهم الله عز وجل عنه فيتركوه. نعم.
لأنها جميعًا من عند الله وبأمره وبإيجابه. فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيًا عنهم شيئًا، ولكان فيه نقض لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. فلما أجابوا الله ورسوله، لما أجابوا إلى التوحيد كانوا مؤمنين في أول الأمر، لم تكن هناك فرائض. فلو أن أحدهم قال بمجرد هذا الإقرار وحاشاهم عن ذلك، لكن المسألة للشرح فقط، لما يعني أمرهم الله عز وجل بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، يعني من يعني رفض هذا الحكم وأبى عن قبوله فإن الإقرار الأول ينتقض. لماذا؟ لأنه قد وجب عليه الإقرار بهذا والامتثال له والخضوع له كما وجب في الأول. فيعني المقصود هنا أن الإمام أبا عبيد يدخل من مدخل في غاية الأهمية، وهو أن هذا الإقرار الذي يدعي المرجئة أنه يكفي في تحقيق الإيمان لا يستدل بحال المؤمنين في أول الأمر على أن ذلك هو الحق، لأن المؤمنين في أول الأمر لم يكن ذلك يجب عليهم، الشرائع لم تكن تجب عليهم، بخلاف هؤلاء الذين نبغوا في الأمة فإنهم كانوا في وقت قد وجد فيه يعني أمر الله بهذا. فالمقصود أن هذا مدخل مهم جدا للتمييز بين منهج أهل السنة ومنهج المرجئة فيما يتعلق بمفهوم الإقرار. فالإقرار هو ليس مجرد الإقرار بالشهادتين ويكفي ذلك كما يقول المرجئة، بل الإقرار الذي ينبني عليه الالتزام بجميع ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عز وجل عنه. لكن هنا أمر مهم جدا، وهو أنه لا بد من الفرق بين الإباء ومجرد الترك. فالذي يتكلم عنه هنا الإمام أبو عبيد هو الإباء والامتناع عن قبول الفرائض، وليس مجرد الترك الذي هو عن تساهل وكسل. فقد يحصل هناك تكاسل من بعض المؤمنين عن أداء بعض الواجبات، وهذا حاصل أو ليس بحاصل، وقد يحصل منهم تجاوز في المنهيات، قد يزني المؤمن، يحصل منه زنا وسرقة وشرب خمر، لكن مع انقياده وامتثاله وإقراره بأن هذا واجب عليه. فهذا باب وهذا باب آخر. فأبو عبيد هنا يتكلم عن الإقرار الذي يلزم عنه الامتثال للأمر وينتقض بالإباء والامتناع عن قبول حكم الله فيه. وأما مجرد الترك فهذا باب آخر لا يدخل في مراد الإمام أبي عبيد رحمه الله تعالى. نعم. فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار صار جميعا معا هما يومئذ الإيمان إذا أضيفت الصلاة إلى الإقرار. والشهيد على أن الصلاة من الإيمان، الشهيد بمعنى الشاهد، يعني الشهيد هنا بمعنى الشاهد وبمعنى واحد. والشهيد على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. يعني هذه الآية سبب نزولها مهم في معرفة معناها. يعني الصحابة حين نزلت هذه الآية كان هناك صحابة ماتوا قبل أن تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فيعني قالوا هؤلاء إخواننا، يعني خشوا أن يضيع، أن لا يكون لهم ثواب على صلاتهم لأنهم صلوا إلى غير القبلة التي حولوا إليها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المقصود بالإيمان هنا؟ صلاتكم إلى بيت المقدس. الصلاة إلى بيت المقدس الذين صلوها ثم ماتوا ولم يدركوا
يعني تحويل القبلة إلى الكعبة، هؤلاء هل يؤاخذون أو لا يؤاخذون؟ لا يؤاخذون. لماذا؟ لأنه لم يبلغهم الأمر بتحويل القبلة. فالشاهد هنا من جهتين، من هذه الجهة ومن جهة أخرى، أن الله سمى الصلاة إيماناً والصلاة عمل، كما يقول الإمام أبو عبيد: أي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ يعني هذا يعني ظاهر الدلالة على أن الصلاة من الإيمان والصلاة عمل، فالعمل من الإيمان. والإمام الشافعي يشير إلى آية أخرى، وهي قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ثم قال: وذلك دين القيمة. فدين القيمة هو الذي تحقق فيه هذا، وهو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فهل يكون هناك إيمان يوصف بأنه مقبول مع أنه ليس جاريا على هذا الوصف وأنه دين القيمة؟ فالإمام الشافعي يؤكد على أن هذه الآية هي من أقوى وأظهر ما يستدل به على من يخرج العمل في مسمى الإيمان، لأن الله وصف الدين القيم بماذا؟ بأنه الذي فيه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذن الذي لا يحقق ذلك لا يكون أمره على هذا الوصف، فلا يكون من المؤمنين. نعم. فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ فلبثوا بذلك برهة من دهرهم، فلما أن داروا إلى الصلاة مسارعة وشرحت لها صدورهم، أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها، فقال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يعني أيضا كما أن الله عز وجل أمر بالصلاة، فامتثل المؤمنون للصلاة وكانت داخلة في حقيقة إيمانهم، جاء بعد ذلك الأمر بإيتاء الزكاة، فكان لا بد لتحقيق الإيمان مع التوحيد وإقامة الصلاة من ماذا؟ من إيتاء الزكاة. نعم. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة، كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة. يعني لو أنهم قالوا: نحن التزمنا بالتوحيد والتزمنا بالصلاة لكن لا نلتزم بالزكاة، هل يتم لهم إقرارهم أو ينتقض؟ نقول ينتقض. فكما أنه كان لا بد من إقامة الصلاة لتحقيق يعني حقيقة الإيمان، فكذلك لا بد من إيتاء الزكاة لتحقيق حقيقة الإيمان. فهذا دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. نعم. كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. لو تعيد العبارة: ناقضا. وناقضا للإقرار والصلاة، كما كان إباء الصلاة. هو العبارة المكتوب هنا إيتاء، لكن كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله كأن المقصود هو السياق نفسه، يدل على أنه لو أنهم أبوا من إقامة الصلاة ما كانوا مؤمنين، فكذلك لو أنهم أبوا من إيتاء الزكاة ما كانوا مؤمنين، فكأن العبارة إباء. هذا الذي يظهر والله أعلم، لأن حقيقة هذا الكتاب كما ذكرت فيه يعني بعض الألفاظ، لكن السياق مهم جدا في تحديد المراد منها. لا، هو عموما المقصود أن الكلمة هل هي إيتاء أو إباء، فالسياق يدل على ماذا؟ على أن هؤلاء كما وجبت عليهم الصلاة، فلو أنهم أبوا من قبولها ما كانوا مقرين وما كانوا مؤمنين، فكذلك حينما فرضت الزكاة لو أنهم لم يلتزموا بها وأبوا الالتزام بها ما كانوا مقرين وما كانوا مؤمنين. هذا مقصوده. نعم. لا، خليها بعدين. وناقضا للإقرار والصلاة، كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. نعم. والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه. يعني المصدق لهذا المعنى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما امتنع المرتدون عن أداء الزكاة قاتلهم قتال ردة ولا لا؟ قاتلهم قتال ردة. كانوا يصلون ولا ما كانوا يصلون؟
كانوا يصلون، لكنهم أبوا أن يدفعوا الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه، فليس مجرد ترك وكسل وتأخير، وإنما الفريضة الزكاة نفسها يعني ظنوا أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما بالنا نعطي يعني أبي بكر هذا وهذا، يعني ظنوا أنه يعني لا يعني خرجوا عن أصل الإقرار بوجوبها عليهم، فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه قتال ردة. وهذا يبين أن تأصيل هذه القاعدة التي بدأ بها الإمام أبو عبيد في تفسير الإقرار وفي حقيقته ووجه التدرج في التشريع أنه يؤدي إلى هذا الحكم الذي بينه في هذه القضية التي أشكلت على بعض المتأخرين في قتال أهل الردة، وهل كان قتالهم قتال ردة أو أنهم كانوا مسلمين ومع ذلك قاتلهم ليأخذ منهم الزكاة فقط. نعم. والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة، كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء. يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين على شركهم، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل المرتدين لأنهم قد تركوا ما كانوا عليه من الإيمان والإقرار بالدين وخرجوا عنه، فقاتلهم قتال ردة. نعم. لا فرق بينها في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. يعني لا لم يستفسر أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن موقفهم، هل كان مبنيا على جحود وتكذيب أم كان مجرد إباء وامتناع، بل قاتلهم لمجرد امتناعهم، الامتناع الذي يناقض الإقرار والإيمان الواجب عليهم. هذا يدل على تأصيل هذه القضية المهمة، وأنه لا يكفي في الكفر ما تقوله المرجئة من مجرد التكذيب، بل قد يكون الكفر بالإباء والامتناع عن أداء الفرائض. نعم. لكن لا بد من الانتباه إلى التفريق كما ذكرت في البداية بين هذا الكفر الذي هو كفر الإباء وبين مجرد الترك. ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به، ويشملها جميعاً اسم الإيمان، فيقال لأهله مؤمنون. فالمؤمنون إذن بعد أن أتم الله هذا الدين هم الذين يأتون بهذه الشرائع كلها، لا يصح معهم أن يختاروا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لا بد أن يلتزموا بكل ما أمر الله عز وجل به. إذن بعد تمام الفرائض ونزول وكمال الدين يكون الإيمان هو الالتزام بكل ما أمر الله عز وجل به وترك كل ما نهى الله عز وجل عنه، فتحقيق الإيمان لا بد فيه من ذلك. يعني نقف عند هذا الحد من هذا الكتاب.